السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. بسم الله، اليوم نكمل المحاضرة الثانية من محاضرة المايكرو. بسم الله، اليوم راح يكون موضوعنا يا كرام، موضوع إن شاء الله يكون بسيط وسهل، يعني بجوز محاضرة طويلة يعني شوي، ولكن إن شاء الله تكون أبسط من المحاضرة السابقة بإذن المولى عز وجل. اليوم راح يكون موضوعنا يا كرام عن الهيموفلاجيلات. من اسمها فلاجيلات انه هذول الكائنات التريبونسوما، والليشمينيا يعني راح يحتوي على فلاجيلات. فلاجيلا اللي هي مثلا اعتبر هاي مثلا هذا الاورجانيزم، وهي الفلاجيلا. تمام، الفلاجيلا اللي هو انه زي انه ذيل يساعد على الحركة. تمام، فهذول التريبونسوما والليشمينيا يحتووا على انه خصائص اشتراكية او مشتركة بيناتهم، منها الفلاجيلا، وفي خصائص أخرى يعني حالات بتكون بأثناء التكاثر راح نذكرها في السلايدات القادمة بإذنه تعالى. هلا بشكل عام حكينا هيموفلاجيلات وإنه هي تحتوي على فلاجيلا، هذه الكلاس الليشمينيا، والتريبونسوما يحتوي على فلاجيلا، على عكس الملاريا اللي هو حكينا هو نمو وينتقل عن طريق بلاد ستريم. هلا بشكل عام مقدمة بس هيك سريعة 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 جدا، التريبونسوما إله بيعمل لي مرضين قارتين، واحد بأفريقيا أفريقيا، واحد بأمريكا. تمام، وكل منهم له يعني خلينا نحكي برزنتيشن مختلف يعني نوعا ما، مش حنذكر مش حتفصل صراحة الموضوع هذا يعني، بس هيك مقدمة سريعة. والليشمينيا له 3 كوزز، سوري 3 ديزيزز راح نذكرهم إن شاء الله، بس هيك مقدمة سريعة. وهيك في هيك كمان شغلة بدي أضيفها، إنه هذول التريبونسوما والليشمينيا بيكونوا زي ما حكينا في شيء مشترك بيناتهم هو الفلاجيلا، في شيء مشترك ثاني اللي هم انه هم يتكاثروا عن طريق الاي سيكشوال ريبرودكشن، على عكس الملاريا اللي حكينا انه في عندي تو ستيجز، عندي سيكشوال واي سيكشوال. بس بشكل عام قدي مثلا. تمام، فهي السلايد الثانية. فعن التريبونسوما والليشمينيا بشكل عام، فهدول حكينا انه هدول ملتيبلاي اي سكشولي عن طريق الاي سكشوال ريبرودكشن، وحكينا ذي موف باي فلاجيلا. تمام، اللي هي الاورجان اوف لوكوموشن، هي زي موجود بالسبيرمز مثلا يعني فلاجيلا، او موجود مثلا بالسيليا تبع اللنجز يعني وشغلات هاي، يعني انه نفس المبدا انه هاي اشي بيحرك. المهم فعنا حكينا تو سبيشيز، حكينا عن الكلاس عن تو سبيشيز اللي هم تريبونسوما. تمام، اللي هي كوز اوف ايج اوف تريبون سومايسز، حكينا عندي افريكان سليبنج سيكنس، وعندي الامريكان. تمام، بيعمل لي او له اسم ثاني اللي هو الشاكس ديزيز، هذا المهم لغايات الامتحانات المعادله الامريكيه الاول. تمام، اما الليشمينيا اللي هو الكوز اوف ايجنت اوف ليشمينيسيس، وحكينا في شغلات مشتركه، وراح نضيف انه مش رح نضيف، رح نكرر انه حكينا انه في عندنا اربع مورفولوجيكال فورمز، هدول الكلاسز، بما انه هدول الكلاسز متشابهات ففي شغلات متشابهه بدها تكون اثناء فتره التكاثر. ففي شيء اسمه عندي برو ماستيجايت، موستيجايت برو، وعندي اي بي ماستيجايت، وعندي تراي بو ماستيجايت، وعندي اي ماستيجايت. تمام، بعرف ما هذا السحر الذي اتيتنا به، أعرف يا صديقي، ولكن يعني بعينك الله تحفظهم. بس بشكل عام راح نساعدك تحفظهم اليوم إن شاء الله تطلعهم حافظهم. يعني بشكل عام الحالة الأولى اللي هي تكون ماستيجويد بشكل عام، بعدين برو من قبل، برو ماستيجويد، بعدين إبي ماستيجويد فوق البرو، إبي يعني فوق البرو ماستيجويد، بعدين ترايبو ماستيجويد اللي هي التراي يعني عضلة تراي قوية، عضلة يعني شيء قوي. بعرف مش اشي تعتمد عليه علميا تحفظه، لكن هذا الاجانب يعني. المهم فهاي المحالات كلها بتلاقيها بالتريبونسوما او الليشمينيا بشكل عام، هاي القاعده العامه. هلا في بما انه في عندنا لكل قاعده شواذ، يعني نحكي عن خاله عن حاله خاصه، انه الامستوغوت ما بتلاقيها بالافريكان ديزيز. تمام، انه هاي بتكون انترا سيلولري، فهي المعلومه بس بدك تطلع منها انه عندي فور فورمز من ال عندي فور مورفولوجيكال فورمز اللي هم حكينا عنهم، برو ماستيجويد ابي ماستيجويد. تمام، والترايبو ماستيجويد والاميستيجويد. تمام، هذول شغلات مشتركه بين الليشمينيا والترايبون سوما، ولكن الحاله الخاصه اللي ممكن نطلع منها من محاضره انه الاميستيجويد ما ملاقيها بالافريكان ديزيز. اوكي،
ما بلاقيها الافريكان ديزيز. تمام، وهي بتتكاثر انتراسيلولري، يعني هذول الاورجانيزمز بشكل عام بيتكاثروا انتراسيلولري، ولكن الافريكان بتميز انه ممكن نلاقيه خارج بلاد سيل. اوكي، صعب او مستحيل يعني انه نلاقيه يتكاثر داخل البلاد سيل او داخل التيشو سيل بشكل عام. هلا اضافة الى الحالة الخاصة هاي، في بدي اضيف كلمة انه البرو والابي ماستوغويد اللي هم اوائل الشغلات يعني، تمام، found in the vector. vector اللي هو الحشرة الناقل، تمام، بما انه برو وابي ماستوغويد هذول راح نلاقيهم بالفيكتور، والترايبو ماستوغويد والامستوغويد هذول راح نلاقيهم بالفيرتبريت هوست. تمام، هسه احنا اهم شيء صراحة نحفظ الانفكتيف دايجنوستيك ستيج يعني، بس بشكل عام مش غلط تعرف انه تراي والامستوغويد هذول نلاقيهم بالبلاد. انت اشوف احفظ واحدة وطنش الثانية، تاني فاهم علي بالعقل يعني. يعني بجوز النصيحة هي توديكم بداهية، بس يعني اذا ساءت الامور يعني ما لقيتوش وقت. المهم، فا اوكي، في عندنا they possess single nucleus، هاي single nucleus. اوكي، وعندهم فلاجيلا. هلا الفلاجيلا هاي قبل ما تطلع يعني مثلا بتكون داخل الخلية هون، مثلا قبل ما تطلع بيسموها اوكسينيم. اوكي، بس لما تطلع برا بتصير فلاجيلا او انديولاتينج ميمبرين، يعني مش هذي شيء يعني. تمام، هلا الهيموفلاجيليت بيزينوا بيلونجز تو كلاس كولد كاينيتوبلاستيا، تمام، واللي هو له سبيشال ستراكشر اللي هو الكاينيتوبلاست، اللي هو عباره عن ستراكشر او مكون يحتوي على الدي ان اي اللي هو الاوريجين اوف ذا فلاجيلوم. ما هي ما دي حفظ يعني انه دي ان اي هو في عندي ستراكشر يحتوي الدي ان اي اللي هو الاصل منه طالع منه الفلاجيلوم، عشان هيك بسموه كاينيتوبلاستيا. كاينيتو اي ثينك مين كاينيتكس، بلاستيا بلاست بعرفش هو اي شيء، ما بيعرفوا يسموه الميكروز تاعون المايكرو مش بلاست. المهم، فكينيتو بلاست البلاست المتحرك. تمام، فعن التريبوسوما حكينا الكوزيتيف ايجنت اوف افريكان تروبوس نومايسيز اللي هو سليبنج سيكنس، وعندنا الامريكان هو شاك ديزيز. انا بشكل عام في عندي حشرتين او سوري تو مايكرو اورجانيزمز اللي بينقلوا لي يعني الافريكان ديزيز، تمام، اللي هم الجامبينزي والرودينيزي والرودينزي روديسنسي روديسن رودي روديزنس خلاص كنت عارف انطقها، هسه بطلت عارف انطقها الحمد لله. فالمهم، فتريبونسوما روديزنسي. اوكي، في عندي تو ايجنتس، انا عمدا علمتهم الاسود عشان بجوز واحد يحفظ تريبونسوما بروسي وينسى هذول اللي هم المهم عشان انت تعرف تميز فيهم الامتحان، وبجيب لك سؤال في خيارات الجامبينزي والروديزنسي ف بجيب لك اياهم، فانت بتحكي ايه شو هذا وين جايب لي اياهم هذول، فانا عمدا علمت عليهم. تمام، فبشكل عام فهذول اللي بشكل عام بيعملوا لي سليبينج سيكنس ان ذا هيومن. اوكي، اما بالكروزي هو نوع واحد صراحة بيعمل لي امريكان تروبونوسيميسيز تروبونوسوميسيز. اوكي، شاكز ديزيز شاكاز ديزيز مو شاكز ديزيز شاكاز ديزيز اللي بيصير بهيومن اند ان ميني فيرتبريت، فهو ممكن ينتقل بين الحيوانات يعني، وممكن يصير بين الانسان، بس يعني معلومات عامة مش كثير هاي بالنسبة لي، بس ممكن تكون بالنسبة لكم هاي. المهم، فهي يعني بشكل عام هذا تشارت يعني بيبين لكم يعني تقسيمات، يعني مثلا سليبنج سيكنس مثلا هون عن طريق البرو الجامبينزي والروديزنسي، والامريكان عن طريق التي كروزي واللي اسمه شاغاز ديزيز. تمام، وهون هناك صورة مكررة يعني للمورفولوجيكال ديفرنشيتد فورمز انكلودينج سبايندلي ان فلاجيليتد يوني فلاجيليتد، يعني بشكل عام هي صورة مكررة يعني. عندي الامستيغويت اللي هي بتكون انتراسيلوري وتمتاز انه ما عندها فلاجيلا، تمام، هي كاينيتو بلاست اللي حكينا عنها سابقا، تمام، وهي البرو ماستيغويت، تمام، وهي الايبي ماستيغويت، وهي الترايبو ماستيغويت، وهي الصورة الى الافريكان ديزيز. اوكي، هي صورة للافريكان ديزيز اللي بنشوف فيها شو اسمه الفلاجل الكتيك افريكان اللي هو التروبو افريكان تروبو مايوسيس اللي بنلاقيها خارج البلاد سيلز، وهي خاصية خاصة للافريكان ديزيز انه بنلاقيها اكسترا سيلوري. اوكي،
فهي التروبوماستوجويد خارج الار بي سي. اوكي، وحكينا هاي خاصية للافريكان ديزيز. انا احكي افريكان لانه خلاص افريكان يعني بروح بالكم على اللي حكيناهم، اللي هم الروديزينزي والجامبينزي. اوكي، روزادينزي والجامبينزي، تمام بشكل عام. تمام، في هلا في عندي شيء بيميز الديزيز هذا بشكل عام تقريبا سوما، يعني في شيء اسمه انتيجينيك فاريشن. تمام، فعندي مثلا اشبه لكم اياها صراحة، انه كيف الار ان اي فيروس مثلا انه بيكون عنده بروتينات معينة على سطحه او ليبيدز معينة الجسم تعرف عليهم، فبعد شوي بصير في عندي شيفت دريفت، يعني بجوز ما اخذتوها شو اخذينها وناسينها يعني، بس بشكل عام بصير في عندي تغيرات. مثلا بكون عندي ريسبتر A، بعد فترة بصير عندي ريسبتر واي او اكس. تمام، يعني بشكل عام الترايبوماستوجويد تمام بكون عليه جلايكوبروتينز اللي هو بتعرف عليه الجسم. مثلا بالحالة اول شيء بيكون لونه احمر، تمام لونه احمر، او خلينا نحكي A، بعد فترة بصير لونهم B بلو، بعد فترة بصير لونهم G جرين. يعني بتغير مش اللون، مش شلون بتغير، يعني قصدي اللي بتغير اللي هو نوع الانتيجن او نوع الجلايكوبروتين اللي الجسم اللي ممكن يتعرف عليه بشكل عام. فنعم، ولاجل هذا يعني بما انه يعني زي انه الجسم بيصير يعامله زي انه مايكروب جديد، يعني من اول جديد يبلش الانتيجينيسيتي والانتيجينيك رياكشن اول جديد، يعني بفكروا انه كائن جديد يعني ما تعرف عليه من قبل. تمام، بس هذا الكونسبت، انه مثلا بيكون عندي انتيجين A مثلا، بعدين بتحول لانتيجين B، بعدين لانتيجين G، بس بشكل عام بيتغير. فبيشبه الفيروس الار ان اي فيروس. فبس هيك، هي الحشرة الرائعة. فحكينا التي بروسي جامبينزي اللي هي بالوست افريكان تريبون سومياسيز، الروديزينزي اللي هي بالايست افريكا، هلا جامبينزي بالوست والايست افريكان بالروديزينزي. هلا بشكل عام بدك تعرف انه الايست هي بتكون الشرق يعني، فهي بتكون اكثر قوة او اكثر شدة من الوست، الغرب ضعاف يعني انه هيك، بس احفظ انه الغرب اضعف من الشرق يعني، يعني العالم الشرقي أقوى من العالم الغربي، مع إنه في الحقيقة العكس يعني، ولكن احفظها زي هيك. فروديزينزي إنه هيك بتحسه اسم هيك شرس روديزينزي، أما الجامبينزي هيك إشي مش ولا بد، إشي ضعيف يعني. المهم بغض النظر عن طريقة الحفظ يعني اللي ممكن تستغربوا منها، المهم فعندنا التي سي فلاي اللي هي الجلوزينا سبيشيز. هسا بتقول لي كيف تحفظهم، يعني حاولت الاقي طريقة، يعني انه في عندي جلوزينا بل بالس، تمام، في عندنا جلوزينا موريستانس. هلا البل بالس تعملي ترانزميشن للجامبينزي، تمام. هلا في عندي اي هون وفي عندي اي هون للجامبينزي، فشفت اي اي حط بل بالس، تمام. شفت الموريستانس في ار وهي ار، يعني حط الار، يعني اكثر من هيك بقدرش صراحة اخدمكم يعني، انه انا قاعد ما شاء الله يعني طلع فترة حتى اعرف اصلا انطقهم ما شاء الله. هي المايكرو ما شاء الله الها جمالية، انه الاسماء اشي جميل صار. تمام، فهي الحشرة الرائعة اللي مجايبتنا. فبشكل عام الجلوزينا بالبالس، سوري بالبالس، اللي هي بتعمل لي ترانزميشن للجامبينزي، بينما الموريستانز تعمل لي ترانزميشن للروديزنسي. اوكي تمام، وهي حرف الاي، حرف الاي البالبالس جامبينزي، اي جامبينزي، والموريستانز روديزنسي. اوكي تمام. فهون بشكل عام الابيديميولوجي بشكل عام اللي بدي اياك تعرفوا انه الجامبينزي والروديزينزي في اختلافات بسيطة بيناتهم. هسا الروديزينزي ممكن يتم انتقال الحشرة الجلوزين اللي حكينا عنها قبل شوي من انيمال تو انيمال، تمام. اما الجامبينزي بيصير غالبا من هيومن تو هيومن، تمام، بس هذا بشكل عام باي سي فلاي، بس هذا بشكل عام المغزى من السلايد هاي.
تمام، بس يعني بشكل عام ممكن، يعني في ابحاث يعني او سيرشز حكت انه ممكن نلاقي حيوانات اخرى يعني او انيمال سبيشيز تكون از ريزرفوار للهوست جامبينسي، بس بشكل عام ممكن غالبا بينتقل من هيومن لهيومن، بينما بالريزيدنسي ممكن نلاقي انيمال تو انيمال ومور ليري تو انيمال تو هيومن، يعني انيمال تو هيومن صعب. تمام، يعني كلام كثير، يعني زي ما مكتوب سلايدات يعتمدوه. المهم يا كرام، فبشكل عام هذا التشارت يعني هيك جدول موجود، هاي الايست افريكان ترو بون سامايوسز اللي عن طريق الروديزينزي، تمام، وهاي الويست افريكان عن طريق الجامبينزي. حطينا الكوستيف ايجنت وحطينا الفيكتور والريزرفوار والديزيز بريزنتيشن. هلا بشكل عام التي روزينسي عن طريق الموريستانا، حكينا حرف الار، حرف الار موريستانس، وريزرفار هيومن وايلد انيمال بشكل عام زونتيك وانثروبونيتيك. اوكي، الديزيز برزنتيشن اكيوت حكينا، اعنف من الويست، وفاست بروجريشن سيفير اند فاتال. اوكي خلينا امسح تفحيط هذا اللي سويته. المهم عندي بالويست افريكان الجامبينزي عن طريق البالباليس، حرف الاي حكينا هون وحرف الاي هون مميز، ومينلي هيومنز، يعني حكينا بالعاده هيومن بس ممكن يصير بالدومستيك انيمالز از ريزرفر. اي صراحه هذا الجدول اعتمدوه للسلايد مقابل او بدل السلايد الماضي بشكل عام. اوكي، وبيجن سب اكيوت، تمام، سلو ابطا ومش فيتال زي الايست، يعني هي اقل عنفا من الايست، فالويست اقل عنفا من الايست، فالجامبينزي اخف من الروديزنسي، حتى الروديزنسي اصلا تشوف اسمها هيك بتحس انه عنيف، ما بعرف اذا حسيته نفس الشعور اللي حسيت فيه يعني، بس يعني هذا الموجود يعني. تمام، فالابيديميولوجي هذا البيلت بين الايست والويست. تمام، يعني تمام. هلا هون يعني السلايد اللي اجمع طلاب الطب على ان يكرهوها. هلا اهم شيء نعرف الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج. تمام، هسه احنا بالافريكان ديزيز هذول غالبا نفس الشيء. هسه شو بصير، تيجي البعوضه هاي المنحوسه هاي، تيجي بتنط على الانسان وتلدغه وبتعطيه وجبه، او سوري بتاخذ الوجبه بلاد ميل وبتعطيه وجبه من الميتا سايكليك ترايبوماستوكويت. فالانفكتيف ستيج بشكل عام اللي هو الميتا سايكليك ترايبوماستوكويت. اوكي، هلا اول شيء بصير انجكشن، بعدين بصير للبلاد ستريم، بعدين بصير باينري فيوجن، هون باينري فيوجن اذا بتلاحظ يعني، بعدين بتروح للبلاد والليمف سباينال يعني، بعدين بصير عندي ترايبوماستوكويت ان ذا بلاد، يعني بشكل عام شغلات. المهم الدكتور ركز عليه يعني انه بصير في عندي اهم شيء الانفكتيف ستيج اللي هو ميتا سايكليك ترايبوماستوجويت، والدايجنوستيك ستيج اللي هو الترايبوماستوجويت ان ذا بلاد، يعني هي سلايده يعني زي هيك. تمام، هاي تمام. بس بشكل عام هسا هذا جدول حطيته يعني عشان لخصكم يعني. هسا التريبونسوما افريكان حكينا اكسترا سيلولار، اوكي، وحكينا صعب ما بنلاقي فيه الانتراسيلولار كومبوننتس او ما بنلاقيها داخل اي خليه، ونلاقي فيها الاميستوغويت. اوكي، فالانفكتد ستيج اللي هي ميتاسايكليك ترايبوماستوغويت اللي هي هاي. اوكي، الدايجنوستيك ستيج اللي هي ترايبوماستوغويت ان ذا بلاد. تمام، وين راحت الماوس؟ اوكي اللي هي اوكي تمام. هلا عندنا كلينيكال فيتشرز القرصة هاي، او خلينا نحكي هلا حبدا عن البروس التريبونسوما جامبينزي. اوكي، هلا بشكل عام صيف عندي نيو ديول او تشانسر، اللي بصير هذا انه بتجي البعوضة بتقرص مكان رجل وجه بدك اياه، بعدين بصير في عندي زي نوريثيما نوديول ليجن، وهي بتكون بينلس بالعادة. تمام، هاي بتكون على هاي الكوتينس سيمتومز بشكل عام او الساينز. هلا في عندي تو ستيجز للديزيز، هاد عندي ستيج 1. هلا اهم شيء نعرف انه ستيج 1
ما يكون عندي انفولفمنت للسي ان اس، يعني ممكن يصير لي سيمتومز بشكل عام، ممكن يصير في عندي فيفر، ممكن يصير عندي اتعرق بالليل، ممكن يصير عندي سبلينوميجالي، تمام، ليفر انلارجمنت، سبلين انلارجمنت لو سبلينوميجالي هيباتوميجالي. وفي ساين مميز اللي هي وينترز بوتوم ساين، اللي هي في عندي بالنك عندي نودز ليمف نودز، في عندي بوستيرور ليمف نودز اللي هي بصير لها انلارجمنت، تمام. فهي يعني وينترز بوتوم ساين، هي بتصيب التايوان سوما بروسي جامبينزي. اوكي، فهي بشكل عام نطلع منه من المحصلات هي انه ستيج 1 يعني ممكن يصير عندي سيستميك سيمتومز بس ما يكون عندي سي ان اس انفولفمنت. هاي التيك هوم مسج او هاي المعلومه من السلايد هاي. هلا الستيج 2، ستيج 2 يا كرام انه يصير في عندي انفيجن للسي ان اس، sleeping sickness stage infection is initiated. اوكي، فالبلش مش هذا اسمه ديزيز، هو sleeping sickness، فراح يبلش السليبنج سيكنس ستيج لما نفوت بالسي ان اس. اوكي تمام، بس في بدي اروح على شغله كمان، اللي انه السيمتومز هي البروسي جامبينزي والثاني اللي هي الريزيدنسي. اوكي، فالنوعين، فبصيب النوعين، بس في اشي بيكون اشي اقوى من اشي كما حكينا سابقا، تمام. فبس هيك ريكاب، حكينا انه ستيج 1 سيستميك تري بون سوميسيس without سي ان اس انفولفمنت. اوكي، هلا لما يصير في عندي سي ان اس انفولفمنت هون بنبدا بالحكينا اللي هو سليبنج سيكنس ستيج. المهم، فالبيشنت بيكمز انميكيتد بروجريس تو بروفوند كوما اند ديث. هلا ايش بصير في عندي هسه المخلوقات هذا الخلايق هاي بتفوت على البرين بلاد بارير بتخترقه وبتوصل للمننجيز، تمام، اللي هي السحايا، ما سمعتوا التهاب السحايا مثلا، هي بتوصل للسحايا وما الى ذلك يعني. فبصير عندي اول شيء اظهار للنيورولوجيكال سيمتومز، فبصير عندي اول شيء مينينجو انكفالايتس. اوكي، بعدين كوما، فوت الكوما الزلمه، وممكن قبل ما يفوت بكوما ممكن مثلا يصير في عنده مثلا يكون هيك بتمشى بامان الله هيك فجأة بوقع تحت الشجر وصير بده ينام، يصير في عنده يعني هيك حاجة شديدة للنوم غير مبرر له هيك، تمام، عشان هيك صار اسمه سيكنس ديزيز، تمام. ممكن بعدين الوفاة، تمام، في حق الوفاة غالبا اذا كان المسبب روزيدنسي، تمام، لان هو حكينا شد فتكا من الجامبينزي، فالجامبينزي اقل فتكا من الروزيدنسي، وهيك قاعدة عامة يعني. اهم شيء يطلع المعلومة هاي، يعني اهم شيء من السلايد هاي نطلع انه اني نيورولوجيكال ساينز يعني ستيج 2، اي نيورولوجيكال ساين، اي شيء جاب لك اياه بالامتحان انه صار في عنده نيورونال سيمتومز، اعرف انه الزلمه خش بستيج 2، تمام، سواء كان الجامبينزي او الريزيدنسي، بس بشكل عام معروف نعرف معلومه لازم نعرفها، الريزيدنسي اكثر فتكا وقتلا وشده من الجامبينزي. اوكي، ويصير في عنده سيكنس ديزيز يعني بشكل عام هيك، سوري. تمام، هلا الدايجنوزز ناخذ بلاد سبيس ما ناخذ، او سيرم سي اس اف، سوري سيرم وسي اس اف، تمام، واسبيريشن الليمف نود، تمام، يعني هيك تاخذ عينات من كذا نوع. هلا الروتين ميثود، في ممكن زي انه باخذ ثيك اند ثين بلاد فيلمز عشان اشوفهم يعني على الميكروسكوب. الانتيجين ديتكشن سوري، اني مثلا اجيب مثلا هاي مثال هون، في عندي دم وعينة واحدة، هي مو عينة واحدة، انه زي انه 10 اماكن بحط فيها الدم اللي هي العينة، تمام، وبحط عليهم اللي هي الانتي بودي للتريبانسوم. يعني بشكل عام في حالة البيشن كان عنده مصاب بالديزيز هذا، تمام، فالبلد سيلز راح يكون عندها زي انه انتيجن معين، خلينا نحكي هذا اللي هو الانتيجن، تمام. راح احط هذا البلد انا بالسلايد هاي، وراح احط عليها قطره اللي هي تحتوي على الانتي بودي للريسبتور هذا او الانتيجين هذا، سوري. فاذا كان موجود هذا الانتيجين راح يصير عندي اجرنتيشن، تمام، بصير هيك يتراكم فوق بعض، فهذا يعني انه البيشنت عنده الانتيجين هذا وعنده الديزيزات بشكل عام. ممكن سيرولوجي اليزا،
سي اس اف اي جي ام كونسنتريشن، ممكن بي سي ار، بس بي سي ار غالي صراحة ومش بالعادة يتم استخدامه يعني. تمام، هذا شرح اللي حكيناه يعني سابقا. هلا الثيرابي، هلا يعني في أدوية كثير يعني نستخدمها للأفريكان ديزيز، وهي بالعادة توكسيك صراحة، لأنه بدها يعني زي إنه مدة طويلة للعلاج، وخصوصا إذا كان السي ان اس انفولفد يعني. فبشكل عام يعني، وإذا كان السي ان اس انفولفد بدي أغير نوع الدواء، إنه بدي إشي يفوت البلاد برين بارير. بتعرفوا البلاد برين بارير بيمنع دخول كثير أنواع من الأدوية، فلازم يكون عندي الدواء هاي لايبوفيليك نيتشر عشان يقدر يخترق البلاد برين بارير. تمام. فعندنا السيرمين، السيرمين مثلا والبنتامادين ممكن نستخدمهم اذا كان السي ان اس نوت انفولد. تمام، بينما الميلرا زوبرول هو حكينا توكسيك مواد سام بشكل عام من الزرنيخ الارسينيك ديريفيتيف، مشتقات الزرنيخ الارسينيك، اللي هو افكتيف للسي ان اس. تمام، و but is recommended for treatment for late stage of sleeping. yes okay. هلا البريفنشن بشكل عام، انه بدي اول شيء ارش انسكتيسايدز، اعمل زينو شبكات واحمي الناس فيها، واعمل سكريننج مثلا الناس اللي هاي الريسك، مثلا عايشين بالمناطق هاي، مثلا بافريقيا مثلا بعمل لهم سكريننج، دايلي سكريننج، وبعمل تريتمنت على مدى سنتين. لاحظوا انه سنتين يعني يعني سوري should monitor after 2 years after completion completion of the therapy، انه ممكن يصير عندي ريكرنس واضطر استخدم العلاج مرة ثانية. فقصة هذه المرضات. تمام يا كرام. فالآن اوكي، فعندنا هون الامريكان ديزيز، الامريكان ترايبون سومياسيس، الشاغاز ديزيز. هلا في اشي مميز فيه عن الافريكان، انه هو اول شيء نوع الحشرة غير، هو ينتشر عن طريق الريديو فيت باجز. اوكي، وهلا طريقة الترانسميشن للديزيز شوي مختلفة. مثلا بتيجي هاي الحشرة بتقرصك. تمام، هلا الترايبانسوما او الترايبوماستيجويد تكون موجودة، بتنتقل لك، ما بتنتقل للإنسان عن طريق الشفط بالدم، لا، عن طريق الديفيكيشن. يعني شايف مثلا يصير في عندي ديفيكيشن للإشي هذا. هلا أنا كيف بدنا نحفظ هذا الشيء إنه الأفريكان والأمريكان؟ هسا في طريقة بجوز مش كثير يعني هيك إنه طريقة هيك علمية يعني، بس ولكن خلينا نفكر فيها. هسا الأمريكان عبارة عن غرب، هدول الغرب يا كرام استعمرونا أو استخربونا على فترات معينة. هسا هم ما اكتفوا بأنهم ياخذوا خيراتنا وثرواتنا، لا، هم بمصطلح شعبي يعني شخوا علينا، آسف إني استخدمت المصطلح هذا يعني، ولكن بس إنه نربط إنه ديفيكيشن له علاقة بالأمريكان الغرب، فقضوا حاجتهم علينا. خلينا نحكي مصطلح ألطف، إنه قضوا حاجتهم علينا، وما بس اكتفوا بسلب خياراتنا، قتلوا إخواننا واغتصبوا النساء يعني و و و فالغرب. المهم فتنا سياسة، خلينا نرجع بيولوجي، مش بيولوجي، خلينا نرجع مايكرو. فبشكل عام الأمريكان نعرف إنه عن طريق الديفيكيشن، فالأمريكان ترايبونوسومياسيس عن طريق الديفيكيشن بينتقل. بس هاي معلومة إياكم تعرفوها، نعتذر عن الطريقة يعني، ولكن إنه عشان تترسخ ببالكم يعني. أوكي، وهي الديفينيتيف هوست بالهيومن دوغ، سوري دوغ كات رات بدك اياه، الترايبوماستوغويد بنشوفها بالبلاد، والامستوغويد بالتشو، وهي شكلها يعني. اوكي تمام. ف كان ترانسميتد باي ذا فيكتور ريديو فيت باج او كيسينج باج،
تمام، كيسنج باج، لانه سميت بالكيسنج باج لانها تعمل لي بايت للفيس. تمام، هلا في شيء اسمه كيسنج ديزيز، يعني احنا ناخذه قدام، هو الفيروس يعني كيسنج ديزيز اللي هو اي بي في غالبا، مرض التقبيل يعني. فبس بشكل عام كيسنج باج، اوكي، اللي هو بانه كيسنج باج سموه عشان بيضلوا يقبل الوجه، الوجه يضلوا يقرص الوجه. هلا بشكل عام ايش بيصير في عندي هون؟ انا حكينا بس ريكاب سريع، تيجي الحشرة هاي المحترمة، تيجي هاي مثلا وجه الانسان، تيجي بتنط هيك هيك هيك، تقعد هون وبتوكل بتنص. هلا هي على عكس اللي حكينا الافريكان فلاي، تمام، او الحشرة اللي حكينا عنها سابقا من الافريكان ديزيز، ما بنتقل للديزيز عن طريق البربيش تبعها، لا، هي عم تشرب تمص، بتقضي حاجتها على الجرح. فبكون عندي التريبوماستوجات موجودة بالفيسز وبتضلها على الجلد أو أو على الجرح، تمام. فبعدين بيجي الإنسان هذا بعد ما هي تروح بيجي بحك جلده، ومن كثر الحك ممكن توصل المخلوقات هاي الأورجانيزم إلى البلاد ستريم وتعمل لي سيمتومز يعني، تمام، ممكن تعمل لي ألرجي كمان. فيعني هيك بشكل عام. وكمان شغله، اذا صار في عندي انفولفمنت للكونجنكتايفا راح يصير عندي رومان ساين، راح نورجيكم اياها. وهي ديستربيوشن تبع هاي بشكل عام، مكسيك وما الى ذلك. بشكل عام حكينا اهم شيء نركز صراحه على الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج، بس اهم شيء نتذكروا انه الهي تقضي حاجتها، يعني بتقضي حاجتها وعن طريق الفيسز بنتقل عندي اللي هي الترايبوماستوجايت، تمام، بتحول لاماستوجايت، تمام، هي بالتيشو حكينا بنشوفها انفكتد تيشو اميستوغويد، وحكينا هي مميزة بنشوفها بالامريكان ديزيز، ما بنشوفها بالافريكان، حكينا اميستوغويد، وكمان بنشوفها كمان بالليشمينيا، اوكي، بس بشكل عام الافريكان ديزيز ما بنلاقي الا اميستوغويد ابدا. بعدين بصير عندي باينري فيوجن، بعدين بنشوف انترا سيلير اميستوغويد ترانسفورم انتو تروبو اميستوغويد، تمام. فهي دايجنوستيك ستيج، انه بصير عندي الاميستوغويد تتحول الى تروبو اميستوغويد، then burst out of the cell and enter the blood stream. فبشكل عام هاي الامريكان ديزيز infective stage trypanosomiasis by feces حكينا، والديجنوستيك ستيج اميستوغويد تي كروزي انتراسيلولار، تمام. فما بعرف هل هو الانفكتيف الستيج ممكن يعتبر مثلا، ممكن نلاقيه مثلا داخل بلاد سيلز، اوكي، ممكن الترانسفورميشن نشوفه هي. بشكل عام اذا شفت هاي بالبلاد ستريم ممكن تكون دايجنوستيك ستيج، بس بشكل عام اعرف ان دايجنوستيك ستيج اللي هو الانتراسيلولر اماستيجويد الترانسفورميشن تبعيته لتروبو ماستيجويد هي الدايجنوستيك ستيج، كان مكتوب السلايد، اوكي. هاي الليشمينيا ما حنحكي عنها كثير، هنحكي عنها بعدين يعني. تمام، هلا حكينا احنا بالباثوجينيسز بالافريكان ديزيز او السكنس ديزيز، رح يصير عندي زي انه نيو ديول هون، لا هون رح يصير عندنا شاغوما، صار عندي ريدنس، نيو ديول وما الى ذلك يعني. وفي هيك شغله التي كروزي، انا بختصر حابب اسميها تي كروزي صراحه انا اريح. الشاغ ديزيز او تري كروزي ديزيز بشكل عام في عندي اكيوت وانترميديتد وكرونيك ستيج، تمام، والانكيوبيشن بيريد من اسبوع لاسبوعين. على الاكيوت فيز اول شيء بصير بعد اسبوع من الانفكشن بصير في عندي فيفر، ليمف نود انلارجمنت، هيباتو سبلينوميجالي، ما في شيء سبيسيفيك لحد الان، ولكن رومان ساين هاي سبيسيفيك يعني خلينا نحكي مميز جدا يعني. مثلا بالديزيز اللي هو الافريكان سيكنس ما بنلاقي رونسن، بنلاقي اللي هو الوينترز مان ساين اللي يصير عن لارجنت للبوستيرو سيرفايكل نود ليمف نود، تمام. ممكن يصير عندي كاردايتس، هاي شيء ثاني، كاردايتس بالديزيز السابق ما بصير عندي كاردايتس، تمام. فعندي تو ساينز اللي هم الرومان ساينز وعندي الاكيوت مايوكاردايتس.
هلا كرونيك فيز، كرونيك فيز هي صورة اكس راي مثلا، مثلا شو الاشي اللي غريب فيها؟ هي مثلا شايف الكونتور تبع القلب. انا ما بعرف اذا انتم اخذين السي بي اس، اي ثينك مش ماخذينه السي بي اس. اذا كان نسبة حجم القلب بالاكس راي اكثر من 50% من حجم الدايفرام، هي بسميها كارديوميجاي، تمام؟ فممكن يصير عندي انلارجمنت للهارت، اوكي تمام، لانه بتهاجم القلب. هسه كيف الميكانيزم الباثوجينيسز مش كثير يعني مهم، اهم شيء نعرف انه بيعمل لي كارديوميجالي وبيعمل لي كولونوميجالي، او سوري خلينا نحكي انلارجمنت للكولون، او يس وي كان سي انه ميجا كولون. هسه بشكل عام، هلا لغايات الاستبات يعني، اهم شيء نعرف انه الديزيز هذا تيك روزي بيعمل لي ميجا كولون، تمام، وبيعمل لي كارديوميجالي انلارجمنت هايبرتروفي. في له تقسيمات، في عندي دايليتد، عندي ريستركتيف، مش هنفوت التفاصيل هاي يعني، بس عارف انه بيعمل لي انلارجمنت للهارت. وفي شيء ثاني اللي هو اكاليزيا، اي ثينك اخذته جي اي اكاليزيا، بيكون عندي ايسوفيجاس هيك طبيعي، بعدين فجأة هيك بتقلص هيك، بصير في عندي ناروود سبيس. هسا في عندي برايمري سكندري اكاليزيا، مش حنفصل، بس بشكل عام بصير في عندي ديجنريشن انهيبيتوري نيورونز، فبصير في عندي سبازم قوي، ومن اسبابه اللي هو التشاكس ديزيز. اوكي، فانلارجمنت للكولون وعندي اكاليزيا يعني بشكل عام. بس انتوا اعتمدوا مجتمع السلايدات اللي هي الهارت والانلارجمنت اوف ذا كولون، تمام، ممكن اعمل لي اكاليزيا يعني. هلا الثيرابي، النفرو توميكس والبنزو دازول reduce the severity of the acute Chagas disease، تمام. هاي بشكل عام بتعمل زي انه الافكاسي تبعيتها بشكل عام 100% يعني في علاج المرض في هاي حالة الاكيوت فيز، تمام، في حالة الاكيوت فيز. ومنها اللي هي الكونجينيتال ترانزميشن، يعني ممكن يصير لي انتقاء عن طريق الكونجينيتال ترانزميشن ومنعالجها بإذن الله عز وجل 100%. انا البريفنشن زيها زي الافريكان يعني، بدي اتحكم بالفيكتور كنترول، يعني فيكتور كنترول، اتحكم بالحشره، اقضي عليها، ابيدها كذا، واعمل زي انه سكرينينج للبلاد دونرز بالاماكن البيشنت الهاي ريسك، هاي ريسك مثلا، و بايوبسي مثلا الاورجان تيشو السل دونرز والريسيفرز، يعني عشان ما اعدي الناس. مثلا حاله الاورجان ترانسبلانتيشن بدي اعطي واحد لواحد، مثلا بدي افحص الاورجن تبعه اذا في عندنا الديزيز هذا ولا لا، يعني عشان يكون الترانسبلانتيشن بشكل ممتاز. الليشمينيا، it is a flagellate protozoan. يعني هلا بشكل عام حكينا في شغلات، في شغلات مشتركة بين الليشمينيا والتريبونسون، اوكي. هلا في عنا فلاجيلا، اوكي. هلا بشكل عام لايف سايكل عندي بالفرتبريت والانفرتبريت فيكتور، اللي هو اللي بيحمل اللي هو الناقل، اللي هو الفيميل ساند فلاي. فانت عارف انه هو الفيميل ساند فلاي هو الناقل لهذا الديزيز، اوكي، وهذا اسمه فيلي بوتوميوس، اوكي، بنقل لي الفيميل ساند فلاي. هو اهم شيء اوبليكيت، اوبليكيت انه اجباري يعمل لي انترا سيلولار اورجانيزم. هسه على عكس التريبانسوما سواء امريكان ولا افريكان، حكينا انه يعني مثلا خلينا ارجع عشان تفهم علي. مثلا هي حالة التي امريكان، مثلا هي ممكن تفوت للبلاد ستريم، تمام، تي كروزي. الافريكان حكينا مستحيل تكون انترا سيلولار، اوكي، بينما هون لا، هون اوبليجيت تكون، يعني اشي اجباري تكون داخل الاورجانيزم، انترا سيلولار اورجانيزم، اوكي. فهي بتهاجم الفاجوسايتس والمايكروفيج، والانكيوبيشن بيريود تتراوح بين 10 ايام الى عامين. حكينا في اول محاضرة انه الليشمينيا، فحكينا في عنا ثلاث انواع، في عنا اللي هي الكوتينس، وعنا الميوكوتينس، وعنا الفيسر، تمام. فالسندرومز حس يعني تقسيمه، او خلينا نحكي تقسيمة المرض او السندروم يعتمد حسب السيمتومز اللي طلعت لنا صراحة، او مثلا شو الجسم او شو الجزء اللي تم تأثير عليه.
ففي عندنا ثري كاتيجوريز اللي هم الكوتينس اللي بتصيب الجلد، كوتينس ليشمياسيز، الميوكوتينس بتصيب الميوكوزا، ممكن تصيب السكن يعني، بس بشكل عام تصيب الميوكوزا والميوكوكوتينس، يعني الميوكوزا والكوتينس. وعندي الفيسرا اللي هي بتصيب ال شو اسمه اللي هي الاورجنز الداخليه. تمام. هلا بشكل عام الكوتينس مين مسبب لي اياها؟ اللي هي ال تروبيكا والليشمينيا ميجر، اما الميوكوتينس البرازيلينيسز والدونا والفيزرال الدون فاني. تمام. هلا بشكل عام كيف نحفظ الاشي هذا؟ هلا يعني ما بعرف اذا راح تقتنعوا باللي حاحكيه، ولكن هلا التروبيكا اشي استوائي. تمام. اشي استوائي يعني تخيل حالك قاعد بجزيرة في كلها رمل وكذا، وفجأة بتجيك البعوضة هاي بتقرصك على جلدك، فأنت بتشرب عصير الأناناس الاستوائي، فتروبيكا يعني كلمة استوائي، فبتقرصك على جلدك. فبشكل عام كوتينس يعني أنت قاعد على الرمال. تمام. الرمال الجميلة في الجزيرة هاي تشرب العصير الاستوائي وقاعد موجود على صحراء، على شو اسمه واقف على رجليك اللي هم كوتينس مثلا، فبتقرصك على رجليك وانتقل لك المرض، يعني تروبيكا كوتينس. تمام. اما الميوكوتينس لا، البرازيلينيسيس يعني انه من برازيل. هسه شو اخت البرازيل؟ المكسيك، فمكسيكان مكسيكانا مكسيكاناسيس مثلا ممكن نسميها. تمام. انقلبت ايطالي انا. المهم فام ام ميوكوتينس مكسيكانس والمكسيك اخت البرازيل، فانه هيك يعني تزبط تحفظ تنحفظ معكم ان شاء الله. اما الفيسيرال خاص بعينك الله احفظوها دون فاي بشكل عام. انا حاولت والله اخدمكم يعني، اعرف اذا زدت الامور سوءا يعني، ولكن ان شاء الله تكون يعني وصلت الفكره انه برازيل مكسيك، مكسيك ام حرف الام، مكسيكانس بدل برازيلينيسيس انه القاره الامريكيه الجنوبيه جنب بعض بيكون هيك قصدي. المهم فالترانزميشن عن طريق البايت ساند فلاي، عن طريق الترانسفيوجن اوف ذا بلاد او ترانسبلانتيشن، عن طريق المذر تو بيبي، دايركت كونتاكت مان تو مان ثرو نيزل سكريشن، يعني هيك. وهي السلايد يعني اهم شيء نعرف الانفكتيف دايجنوستيك ستيج. دايجنوستيك ستيج اللي هي ام اي ماستيجويد ان ذا سيلز مايكروفاجز، دايجنوستيك ستيج كمان برو ماستيجويد. تمام. في عندي تو دايجنوستيك ستيج، بري ماستيجويد ترانسفير انتو اميستيجويد انسايد ذا مايكروفاج. وهون عندي الانفكت ستيج اللي هو البرو ماستيجويد. اوكي انا مش حاط الجدول اللي هو هذا بشكل عام، انفكتيف ستيج ودايجنوستيك ستيج. تمام. فاي بروماس الدايجنوستيك ستيج بروماستيجويد انتو امستيجويد، والامستيجويد هو الانفكت دايجنوستيك ستيج. اما الانفكت ستيج هو بروماستيجويد. وين وصلنا احنا؟ تمام. هلا الكوتينس ليشمينيسيس عن طريق حكينا تروبيكا الليشمينيا الاستوائية والليشمينيا ميجر والانفانتيوم. السكن بتصيب بيعمل لي كوتينس. وكلينيكال فيتشرز فيرست ليجن جنرالي فيرم يعني زي انه ريدش سوفت اتشي بابيولار يعني اللارج فيرم يعني صراحة سيروس ديسشارج ات ذا بايت سايت، يعني ما في شيء سبيسيفيك يعني، يعني صار ما في شيء سبيسيفيك يعني، هاي زي اي انجر يعني او اني ليجن يعني، فمش شيء سبيسيفيك يعني، بس اعرف انه فيرست لاين از ا ليجن. اوكي. وبتصير بالميدل ايست او ساوث امريكا. اوكي. فاهم شيء مثلا السلايد هي نعرف انه الليشمينيا ميجر هي الميجر، يعني الليشمينيا ميجر هي ميجر سبيشيز اوف ليشمينيا باراسايت ان ذا جوردن. أنا أتوقع هي بالعقبة، I think بالعقبة، بالعقبة، yes بالعقبة. تمام. هاي الليجنز حكينا عنها. تمام. وبتعتمد حسب من شخص لشخص، يعني مثلا
الليجن هذا مثلا ممكن يتعالج ويرجع زي ما كان ولا كأنه شيئا كان او يكن، تمام. ممكن يخليه سكارز او اثار، فيعتمد على حسب البيش وحسب الجينيتكس حسب كثير شغلات. هلا الميوكوتينس، يعني ميوكوتينس اللي هي البرازيلينيسز، تمام، او المكسيكانيسز مثلا من عندي، هاي هي تشبه الليجنز الموجودين بالكوتينس، تمام، بس ممكن بيصير لهم زي انه انفولفمنت للنيزل والميوكوزا، نيزل اورال ميوكوزا بيصير لهم انفولفمنت، تمام، للديزيز هاد، تمام. كوتينس ليشمينياسيس، اوكي، اللي هي البرازيلينيسيس، اوكي. فهون بتصيب الحكين الكوتينس، اوكي، هتعمل الليجنز اللي هذول نفس هذول الموجودين بالكوتينس ليشمينيا. بس بشكل عام في شيء خاص بيميزه انه ممكن بعد فترة، بعد البرايمري ليجنز، يصير في عندي زي انه انفولفمنت للميوكوزال ليجنز، تمام، او للاوروفارينكس والنازوفارينكس بشكل عام، اوكي. فبشكل عام في عندي ديسيمينيشن للنيزل اورال ميوكوزا، تمام. فهي اهم شيء نعرفه انه ممكن يصير بعد كم سنه. That may occur years after later original lesion has healed. This mucosal lesion doesn't or don't heal spontaneously. ممكن يصير في عندي secondary bacterial infections and هاي fatal، يعني ممكن تكون fatal. فأهم شيء مثلا نعرف انه بميز فيه انه عندي انا بالميوكوتينس ليشمينيا، او شيء بصير في عندي اصابة للكوتينس، بصير عندي كوتينس ليجن، بعد فترة بصير في عندي involvement للميوكوزا الاوروفارينكس والنازوفارينكس، وبصير في عندي destruction للكارتلج اوف ذا نوز، النيزل نيزل سيبتم صيرو ديستركشن. وعلاج الميوكوزا او بشكل عام مش هالافيشنت، ما بيعطي نتائج كويسه. فبشكل عام كثير يعني باد صراحه، اجريسيف صراحه ديزيز، بكسر لي الكارتليج موجود بالسبتم. بس اذا بتلاحظ انه البون رح يكون انتاكت، اذا بتفحص البون لا انتاكت، فهون الكارتليج متاكل، او سي ديستراكشن للكارتليج. فاهم شيء نعرف انه الميوكوتينس سيمتومز بتصير بعد فترة من البرايمري ليجن، اكتيف برايمري ليجن، اوكي، بعد ما يصير لها زي انه شيء استشفاء، تمام. هلا الفيسرال ليشمينيا هي صراحة most severe، هي أسوأ نوع يعني، تمام. فتعمل لي زي انه migration لل internal organs، liver، spleen، هذول كلهم viscera، bone marrow. incubation period 10 لسنتين بالعادة. symptoms fever، anorexia، malaise sorry، weight loss، frequently diarrhea. مش اشي، ما في شي specific صراحة. الكلينيكال ساينز هيباتوميجا، هيباتوسبلينوميجالي، swollen lymph node، وفي عندي acute abdominal pain. هذا يميزه انه abdominal pain عن باقي ال species. هلا يعني كالعادة كأي disease مثلا fatal، إذا ما عالجته راح يصير لي عندي death of the host. هي بتكون بالشبه القارة الهندية، بإندمك بالبنغلاديش والإنديا أهم شي نعرف يعني، وممكن ألاقيها بالسودان، برازيل، وجنوب السودان، تمام. بشكل عام هاي الصورة، بصير عندي هيباتوسينوميجالي واللارجمنت للأعضاء هاي بشكل عام، وعملي أكيوت أبدومينال بين. تمام، فهون عندنا سبيشال ساين ان فيسرال ليشمينياسيس، أبدومينال ديستنشن، دارك بينك بيجمنتيشن اوف ذا سكين اوف ذا ابدومين، اند ذي بيكام انيميك، يعني بصير في عندي انيميا للبيشنز هذول، تمام. هلا بعد ما هدول البيشنت يتعالجوا من الليشمينيا، اوكي، بصير في عنده اشي اسمه بوست كالازار ديرمال ليشمينياسيس، تمام. بصير في هيك نيو ديولز هيك على البيشنت تطلع بعد الفيسرال انفكشن، تمام.
فبشكل عام يعني عشان ما نتخربط الدنيا، الميوكوتينس تمام بصيب الجلد اول، بعدين بصيب الكارتليج او الميوكوزا تمام، بينما الفيسرا الليشمينيا بصيب الفيسرا الكبد السبلين بدك اياه، بعدين بيعطيني نيوديولز على السكن تمام، نيوديولز هيك تمام، فهي بسموها بوست كالا ازار ديرمال ليشمينياسيس تمام. فهدول بيصيروا بعد ما يصير في عندي فيسرال ليشمينياسيس، they develop cutaneous sorry cutaneous leishmaniasis. اوكي اهم شيء نعرف انه بيعمل لي انيميا. diagnosis blood smear aspiration scraping culture ELISA immunofluorescence ذلك اجمنتيشن البي سي ار، ممكن استخدم بي سي ار صراحة. الإلايزا بتفيدني بالكال ازار، ريسنت كال ازار بشكل عام تمام. هلا في تست صراحة يعني هو زي تبع التي بي يعني بشكل عام، بيقول لك انه انت يعني ايام يعني انه انت عندك الانتيجن او الانتي بادي لهذا الانفكشن، يعني انت يا مصاب فيه او انت قيد الاصابه، فمش اشي دقيق يعني. ما اوكي بيقول لك اوكي انت تحمل هذا الانتيجين، تحمل هذا الانتي بادي اللي بيحارب الاورجانيزم هذا، ولكن ما بنعرف اذا انت مثلا مصاب فيه حاليا ولا سبق وان اصبت به. فهذا بشكل عام الانترديمال مونتيجرو تيست تمام، فعن طريق السيل ميدييتد ريسبونس هذا اللي بصير، يعني السيل ميدييتد ريسبونس. الهيستولوجيك اكزامينيشن باي بايوبسي فروم تيشو، بنشوف البريزنس اوف ذا اورجانيزم ان ذا تيشو بشكل عام هاي الاورجانيزم. هلا العلاج يعني حسب شو نوع الليشمينيا سبيشيز وشو حسب الديزيز، يعني اذا كان عندي الكوتينس ليشمينيا حيكون ممكن العلاج حتى لحاله تلقائيا تمام، عن طريق الانتيموني صوديوم ستيبو جلوكونيت اوكي، اللي هي علاج للفيسرال ليشمينياسيس. بشكل عام عندنا الكوتينس غالبا ممكن يروح لحاله، ولكن الفيسرال نستخدم الصوديوم ستاي بو جلوكونيت الانتيموني صوديوم ستاي بو جلوكونيت دراج اوف تشويس تريتمنت اوف فيسرال ليشمينياسيس. هلا البريفنشن يعني نعمل ريدكشن للساند فلاي بوبيوليشن، نقتلها انسكتيسايدز اللي بدك اياه، هاي اسماء المبيد الحشري دي دي تي ديليدرين ماليثوين، يعني اي من احد الطرق انه نقتل الحشرة هاي. الطرق الاخرى نعمل ريدكشن للريزرفوار، مثلا شو مثلا الكائنات اللي بتحمل لي هذا الديزيز من كلاب مثلا او زونوتك اورجانيزم مثلا او سوري بيتس يعني او الدوجز يعني بشكل عام، كان قتلهم وبشكل عام يعني نعمل education نثقف المجتمع بشكل عام، المجتمع نثقفه انه كيف ينتقل الليشمينيا وما الى ذلك تمام. ونعمل prevention exposure للساند فلاي تمام، بشكل عام ممكن تستخدم الشبكات هدول ونلبس شغلات طويلة عشان ما ننقرص ما إلى ذلك. هلا ما في فاكسين لحماية من هذا الانفكشن. هاي وصلنا تقريبا آخر محاضرة، هي كم سؤال يعني الليشمينيا. هلا بشكل عام infective stage of the leishmania اللي هو promastogoid اوكي، هاي سؤال سنوات infective stage اللي هو promastogoid اوكي promastogoid اوكي تمام. ال slowly developing chronic disease West African sleeping sickness is قال لك slow sorry قال لك slow يعني، وقال لك West يعني مشان الله اختار الجامبينزي، حكينا الجامبينزي هي أقل فتكا من الروديزنسي تمام. فالأفريكان سبب لي اللي هو الروديزنسي والجامبينزي، ولكن اللي هو الكرونيك وبصيب الوست هو الجامبينزي بشكل عام. الفيكتور اوف فور ليشمانياسيس اللي هو الساند فلاي تمام، سؤال سنوات. الديفلوبمنت ستيج اوف ليشمين انفكتيف ستيج هو البروماستيجايت، سؤال لكن بصيغه اخرى يعني ديفلوبمنت اوف ذا انفكتيف ستيج
نفس الشيء. والنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يعني يكون تستفيدوا من المحاضرة هاي، والله يعطيكم العافية وفالكم التوفيق والسداد بإذنه تعالى.